يعني معروف. فسينا ليها ربنا أو ليها الشعب حين يحكم ويعيد سينا إلى الوطن. إنما غير كده معلش هتسمع باكش وأوانطة والسيسي في الدور 27 والواد المخابراتي التمام وهو مع القومية العربية وهو بيجهز نفسه عشان الحرب الطويلة مع العدو الصهيوني. قول لي الكلام ده أوانطة. يكفيك أن تعلم أن العسكر حينما كانوا على كراسي السلطة وكراسي المرسح وفي أحضان الراقصات بعض سينا، وأوريك المنظر بتاع الأسرة علشان تعرف الثمن اللي دفعناه لوصول العسكر إلى السلطة السياسية. لم نخد معارك، والآن لم نخد معارك ولا نستطيع أن نخد معارك لأن ما بنعرفش نخد معارك. ورينا يا عم الفيلم الإسرائيلي اللي اتعرض على التلفزيون الإسرائيلي وبيتكلم عن الأسرة المصرية، واتفرج بقى وشوف إيه اللي حصل في الأسرة المصرية. بس كده اتفرج، شوف الذل، شوف المهانة، وتعالى بقى ارجع للتاريخ واسمع ايه اللي حصل وايه اللي كل ده حصل في عهد مين؟ عبد الناصر اللي قال لك والله يا جماعة. طبعا في ناس بتقول لك بص المشهد، دول ولادنا او اجدادنا بالكومة يابا، فين عبد الناصر؟ فين الرجال اللي بتحارب؟ فين مرتجي وفين كفتجي وفين عامر؟ ما فيش حد يابا، دول ساعة الحروب أقرب ملجأ يا معلم، أقرب حضن رقاص. أنا آسف يعني هرب هربها هربها هرب الرئيس بسرعة، هنوديه فين؟ هنوديه عند الرقاصة، أضمن حتة تقعد فيها عند الرقاصة. هو معناه إيه يعني يا جماعة؟ هو أنا بضحك عليك؟ هو أنا بضحك عليك؟ أنا بجيب لك من تاريخ أهو. طلعني يا عم السادات وبقول لك هنزرع 50,000 إيه؟ فدان، وهو كمان هيروح يقعد فين؟ فين؟ في سينا. ده الكلام ده إيه؟ سنة 81. يرينا يا عم. خلنا التحدي من أوسع أبواب، 50,000 فدان اللي سمعتوني بحكي إنه هاخد فين وأروح أقعد فيه هناك، لأن ده مستقبل مصر. 50,000 فدان زراعة مش استصلاح، زراعة يعني إنتاج، يعني زيادة في الإنتاج، لأنه مشكلة الطعام والأسعار لا تحل إلا بشيئين، زيادة الإنتاج و الأجهزة اللي تسيطر على الأسعار وتلغي الوسيط اللي بين المنتج والمستهلك. أهو يا عم هنبعت بقى ناس وبتاع والكفراوي، كان قاعد عثمان أحمد عثمان. ها هل ذهب الشعب إلى سيناء؟ طب هل ذهب الجيش إلى سيناء؟ طلع الفجر وولع عصفور سو 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 سو، وبعدين في الاخر سينا مليان ارهاب، ارهاب يا جماعه، ارهاب ارهاب، وقفوا مع السيسي عشان الارهاب. ده دلوقتي بقى المثل ايه؟ يا رب ما نبقاش زي ايه سوريا والعراق وسينا. ما انت شفت المنظر، الناس بتدور على لقمه عيش، وما زالت سيناء محاصره في عيدها. يعني انت النهارده في عيدها. السادات قال لهم ايه؟ السنه الجايه 82 اسرائيل هتسيب سينا وهبعت اسر مصريه تعيش هنا. ها؟ من سنة كام يا أستاذ؟ 81. يعني بعد 37 سنة مفيش حد عايش هناك. هوريك دلوقتي الفيديو. السنة الجاية إن شاء الله 82 في إبريل، أنتوا عارفين بإذن الله يتم الجلاء عن سيناء. في عندي حوالي 3 أو 4 مدن محتاج لهم ناس، وأنا مستني بس لما نتفق بإذن الله دلوقتي، إحنا بنتفق دلوقتي على القوة متعددة الأطراف والكلام اللي هيجرى في انسحاب إسرائيل في إبريل 82، وبعدين حودي وزير، هطلب من وزير التعمير يروح يزور القرى التي في سيناء وسيجلي عنها الإسرائيليين، علشان فورا بتروح عائلات مصرية على طول في الحال وتكمل فورا يا جماعة. يلا يلا يا عبد الناصر، يلا يا محمدين، يلا حسنين، نروح فين؟ نروح على سينا كلنا. يلا يا أولاد، ما رحناش سينا ليه؟ علي لطفي عنده إجابة، والجنزوري عنده إجابة، وزوبا عنده الإجابة. خلينا نسمع الناس دي وأقول لك الإجابة. اتفضل. كحكومة مشروع القومي لتنمية سيناء ويتم تنفيذه على مدى 25 سنة، تنتهي في 2017. انما ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان المشروع تعثر.
70% من الجزء الزراعي لم ينفذ، 60% من الصناعي لم ينفذ، الاعتمادات غير كافيه، مشروع التمليك ما اتحلش، فتعثر المشروع. كان المفروض يبقى في انتقال للسكان. سينا دي 60,000 كيلومتر مربع، محافظتين، منهم محافظه اللي هي جنوب سينا، يعني اذا استثنينا شرم الشيخ الباقي اربع خمس مدن تمشي في الشارع ما تلاقيش حد ماشي معاكي، ما فيش يعني كثافة سكانية فاضية. وشوفي القاهرة عاملة ازاي. فكان من ضمن اهداف هذا المشروع ان ينتقل من 2 الى 3 مليون مواطن من المدن المزدحمة القاهرة واسكندرية وطنطا وخلافه الى سيناء. قال لك ايه؟ يعني سنة 92 كان ده رئيس وزراء، كان مع مبارك يعني. قال لك خطة 25 عظيمة جدا، مشروع القومي لإعادة ايه؟ سيناء. ما تعمرتش سيناء. ليه يا عم؟ فضحك كده ضحكة الخبيثة الصفراء يمكن. بعد إذن حضرتك بقى وريني الفيديو بتاع الجنزوري لما عمل مداخلة مع محمد شردي وقال له كان في قرار سياسي بعدم تعمير سينا. تفضل يا فندم تفضل. ولكن أنا بقول بقى وبهذا كلام واقع عشان أنت تستريحي والأخ محمد تريح. الإرادة السياسية ما كانش عاوز حد يعيش في سينا. ليه بقى؟ أشكرك. هو ده ليه يا فندم؟ لأن ده هو ده الأمان، ده الأمن القومي بتاعك. لما دخلوا هم في سنة 73 لما راحوا السويس وكان مجرد موجود 20,000 30,000 خوفوا. أنا كنت عندي 3 مليون وكان مخططا اللي في خلال 4 سنين كان عندي 2 إلى 3 مليون في سيناء. وده الأمن الحقيقي. حتى لو مشروع فيه غلط أصلحه، ولكن الناس دي كانت توجد. طيب يا فندم الإرادة السياسية، أنت بتتكلم عن حسني مبارك ما كانش عايز حد يعيش في سيناء. ما مش عاوز انا لا مش عاوز اخش في اسماء. الاراده السياسيه هي والا كانت استكملت. ده دول مين؟ جنرالات حسني مبارك الضربه الجويه جدع، مش الجدع بتاع المخابرات الحربيه اللي قعد فيها كام شهر كده وبتاع وقال لك انا وراح استضافته الامارات وسلمته لاسرائيل وبقى جندي مجند عميل صهيوني. لا لا لا، ده الراجل حسني مبارك نفسه قال لك يا عم سيب الناس عايشه هناك. اديك جرعه بقى من الاسى والحزن عشان تزعل. ما تزعلش من زوبة، ازعل من الوضع. عشان اللي يقعد يقولك سينا وبالهجم الإرهاب محمد صبحي وإلهام شاهين كل الكلام ده إنهم يريدونها خرابة. حتى في الأسفل شرم الشيخ عشان الصعاينة وطابة والملك بتاع البحرين الحقيقة حي جدا بيجي يسهر عندنا خميس وجمعة. قلت له أمانة ده راجل كان في فندق هناك وقال لي سنة 2014 أو 13 قال لي هو بيجي يسهر وبيلعب ايه عمر، وكان بيجي بحد من السعوديه برضه كان بيجوا بس بتاع السعوديه بيلعب وهو بينام يعني بيبيت إيه وبياخد في ايده حاجه وهو ماشي يعني. والله قال لي كده. انا بنقل والله حرفيا يعني.